تواصل فرق الإنقاذ المشتركة البحث عن المواطن المفقود سعود المسلم الذي فقد عصر يوم الجمعة الماضي في البحر أثناء قيامه برحلة غوص حر بالقرب من منطقة الأرياقة. ومنذ فقدان مسلم باشرت وزارة الداخلية عمليات البحث المكثفة وأيضا المتواصلة بالتعاون مع الجيش وشركة نفط الكويت للعثور على المواطن المفقود. مشاهدينا معنا عبر الهاتف المقدم حقوقي عبد الله يوسف الفرج رئيس قسم العمليات بالإدارة المركزية للعمليات. مقدم عبد الله أهلا ومرحبا بك. بداية، ما هي آخر مستجدات البحث عن المواطن المفقود سعود المسلم؟ أول شيء حبيت أمسيكم بالخير وشكرا جزيلا على المداخلة بخصوص بلاغ الفقدان. وردنا بلاغ يوم الجمعة تاريخ 18/5 تحديدا في تمام الساعة 6:43 وردنا اتصال من السيد يوسف عبد الله الزيد يفيد بفقدان زميله السيد سعود فيصل المسلم، وذلك أثناء ممارستهم لهواية الغوص الحر. تحديدا كان بمنطقة الأرياق الدرر دي 8. بهذه الأثناء السيد يوسف فقد الاتصال، ومن ثم توجه لجزيرة جارو، ما كان في إرسال بتلك المنطقة، فعلا توجه لجزيرة جارو. أبلغنا احنا غرفة العمليات، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات التالية هي خفر السواحل، الإنقاذ البحري، الإسعاف، ومن ثم العمليات المشتركة. على أثر هذا البلاغ جاتنا تعليمات وأوامر بتشكيل فريق عمل وضع عالية معينة من ضباط متخصصين في مجال الإنقاذ البحري، ومن ثم تم الاستعانة بالعمليات المشتركة وارسلوا يوم الجمعة بالليل الساعة 10 يوم البلاغ طائرة من دون طيار للمشاركة بعملية البحث مساندة للجهات سلفة الذكر لتم ذكرها. مقدم عبد الله، يعني في هذه الظروف دائما الفرق المتطوعة تبادر بالمشاركة، يعني بما يتعلق بالفرق المتطوعة في البحث عن المفقود، كيف يتم التنسيق بينكم وبينهم؟ صحيح، هالموضوع أسعدني جدا يعني، وما هي غريبة على الشعب الكويتي. مساء أمس تم عقد مبنى وزارة الداخلية إدارة العمليات تحديدا اجتماع مع متطوعين من مختلف فرق الإنقاذ، وعلى أن يكونوا تحت مظلة إدارة خفر السواحل. للعلم أن المتطوعين يحملون لياسة متقدمة ورخص غوص، وتم ذلك بطريقة احترافية بالتنسيق مع السيد نواف العجيل اللي قام بدور مشكور بتنظيم العملية. في كذلك شغلة حبيت أضيفها، تفضل. أن نتيجة العمل التطوعي ان اليوم يمكن يوصل لكم خبر العصر ان لقوا المسدس الخاص بالمفقود. نعم. ايه. نسأل الله سبحانه وتعالى مقدم عبد الله في هذه الايام المباركة ان يعود المفقود الى اهله سالما معافا، انه على رجعه لقادر. المقدم عبد الله يوسف الفرج رئيس قسم العمليات بالإدارة المركزية للعمليات، شكرا جزيلا على جهودكم. شكرا.